حصلنا على مشروع تنمية المبادرات النسوية في الإنتاج الزراعي من الصندوق العربي، وكان عبارة عن أبار منزلية وحدائق منزلية. استهدف تقريباً 45 أسرة من النساء الريفيات، هن المتضررات سواء من الجدار أو مناطق سي أو القريبة من المستوطنات زي ما إحنا شفنا هنا. قدمنا دورة تدريبية للنساء مشان يصير تبادل خبرة، وإفدناهم في أمور زراعية. استهدفنا في الأبار المنزلية المناطق القريبة من الجدار، كمان هي التي فيها شح مياه لتلك المواقع، وحدائق منزلية أعطينا الأسر اللي هن أصلا مزارعات وعندهم مساحات محاذية في المنزل وغير قادرة على استغلالها بسبب الوضع الاقتصادي الموجود عندهم. واحنا الحمد لله زي ما احنا شايفين هون في الحدائق المنزليه قدمنا خزان وشبكات ري، واجى مهندس زراعي نفسه اشرف على تركيبها، واشتال عباره عن اشجار فواكه وزيتون وشغلات ثانيه من الخضار، اشتال موسميه. وهون زي ما احنا شايفين اشتال موسميه اللي هي الكوسه والباذنجان والباميه، وان شاء الله انه بصدد ان نقدم نجدد في هذا المشروع. وبنشكر الصندوق العربي، وبنشكر كمان مركز لوجيكا اللي هو كمان مستشارنا في هذا المشروع. احنا هنا عندنا اراضي كثير مهمله بسبب المستوطن اللي حوالينا ومصادره الاراضي، فجينا هنا حاولنا ان نستصلح الاراضي، واجهنا صعوبه كبيره في المشاكل كثيره بالنسبه للاراضي بسبب قله المي واهمال الاراضي بشكل كبير يعني. فلجانا للمؤسسات هاي لحتى تساعدنا ان نستغل الاراضي بشكل مليون، هم يساعدونا ان نعمل حدائق منزليه لحتى نحاول نكتسب اكتفاء ذاتي للأسرة، وكيف الوحدة تثبت جدارتها في داخل بيتها. وهذا الإشي ساعدنا كثير، والحمد لله هم يعني مشكورين على هذا الإشي، لأنهم يعني ساعدونا زي ما أنتم شايفين، وفروا لنا شبكة مية وشبكة وأشجار وأشتال، وهذا إشي ساعدنا إني أعمل اكتفاء ذاتي لأسرتي ولبيتي.